صوت العرب من القاهرة يقدم أغاني شكل تاني. الأغنية والمجتمع في مصر، أغاني شكل تاني. حياة امبارح والنهاردة وبكرة، أغاني شكل تاني. أغاني شكل تاني، إعداد وتقديم الدكتور أيمن زهري، الإخراج حاتم العجمي. أهلا بحضراتكم. في الحلقة دي هنتكلم عن الأم في الأغنية المصرية. طبعا مش محتاج أفكر حضراتكم بقيمة الأم في حياتنا، لأنه ده ما يكفيهوش برنامج لوحده. الأغنية المصرية اهتمت كتير قوي بموضوع الأم. صحيح الأغاني بتاعت الأم ارتبطت بعيد الأم في 21 مارس، لكن في الحقيقة معظم الأغاني كانت معمولة لتكريم الأم بشكل عام، يعني مش أغاني مناسبات، لكن يمكن تكثيف إذاعة الأغاني دي في عيد الأم هو اللي ادانا انطباع إنها أغاني مناسبات. من الأغاني الجميلة للأم أغنية الفنانة شادية ماما يا حلوة، اللي بتقول في مطلعها: ماما يا حلوة يا أجمل غنوة، يا عايشة في قلبي وجوه كياني، غالية عليا وضي عينيا، يا أول كلمة نطقها لساني، ماما يا ماما. الأغنية دي في الحقيقة كانت أغنية أطفال، لكن تعدت الأطفال الكبار وبقت من كلاسيكيات أغاني الأم. أغنية تانية خفيفة الظل غنتها الفنانة سعاد حسني للأم، اسمها صباح الخير يا مولاتي، من تأليف الأستاذ صلاح جهين وألحان الأستاذ كمال الطويل. بتقول في مطلعها: يا ماما يما يماتي، سلاماتي احتراماتي قبلاتي، صباح الخير يا مولاتي، يا ماما يما يماتي، أبوس الإيد وقلبي سعيد، يا أول حب في حياتي يا أمي. يا ماما يا أمي يماتي، سلاماتي احتراماتي قبلاتي، صباح الخير يا مولاتي، يا ماما يما يماتي، صباح الخير يا مولاتي، يا ماما يما يماتي، أبوس الإيد وقلبي سعيد، يا أول حب في حياتي، أبوس الإيد وقلبي سعيد، يا أول حب في حياتي. وأغاني تانية كتير زي أغنية أحن قلب اللي غناها الأستاذ محمد فوزي، وأغنية الست دي أمي لخالد عجاج، وغيرها كتير، لكن تفضل أغنية واحدة تهز الوجدان غنتها الفنانة فايزة أحمد وغناها ملحن الأغنية الأستاذ محمد عبد الوهاب، وهي أغنية ست الحبايب، كلمات الأستاذ حسين السيد. مطلع الأغنية بيقول: ست الحبايب يا حبيبة، يا أغلى من روحي ودمي، يا حنينة وكلك طيبة، يا ربي خليكي يا أمي، زمان سهرتي وتعبتي وشلتي من عمري ليالي، ولسه برضو دلوقتي بتحملي الهم بدالي، أنام وتسهري وتباتي تفكري، وتصحي من الأدان وتيجي تشقري. ست الحبايب يا حبيبة، يا أغلى من روحي ودمي، يا حنينة وكلك طيبة، يا ربي خليك يا أمي، يا ربي خليك يا أمي، يا ست الحبايب يا حبيب يا حبيب يا حبيبة حبيبة. في الحقيقة برغم أن الأغنية دي مشهورة بصوت الست فايزة أحمد، وبرغم الأداء الرائع ليها في الأغنية دي، وبرغم من حب الفن الست فايزة أحمد إجمالا، لكن بحب أسمع الأغنية دي بالذات بصوت الأستاذ محمد عبد الوهاب. أغاني شكل تاني، إعداد وتقديم الدكتور أيمن زهري، الإخراج حاتم العجمي.